maamulka Falastiin ayaa soo dhaweeyay cod bixin uu golaha guud ee qaramada midoobay kaga codsanayo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda loo yaqaan ICJ in fikir sharci ay ka bixiso qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin afyaan u hadlay Falastiin oo lagu magacaabo Maxamuud Abbas ayaa sheegay in la gaaray xilligii Israa'iil ay hoos iman lahayd sharciga isla markaana la xisaabtami lahaa tadbiisteeda wadan ayaa taageeray qararkaasi oo ay ku jiraan Ruushka Shiinaha iyo sidoo kale dalal muslimiina Mareykanka Britain iyo Jarmalka ayaa ka mid ah dalalka diiday iyagoo mooshinkan ku tilmaamay mid aan faa'iido lahayn حكومة عصبة إسرائيل أو لداريي تضبات كان أيا أبورتي ولا يدو قار كاميدا وسيرة حسبية ملك تفق أي موتيين أركتي حوغان أو كردنا عربتا كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إيل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقة مالية ديد السلام عليكم السلام عليكم وحلو بشعلنا هاي بدا تشركي نقوي سحانيد هاو أقلاني انترنت ضعيفة وقتي نفي عن إني كاقع يارو دل بي انترنت كفيبركو أهمد حوارة بضان اسكو حالين لما دادالة بضان قرع 818 سياد نو بحبناتو واو اسبوع كيسو في عايز احيو متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها